أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم في متابعتنا اليومية لحدث الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة وحتى يوم الأربعاء 5 أكتوبر. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب البلاد، وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة 38 درجة، بينما تصل ل 43 درجة على جنوب البلاد. وتتوقع الهيئة أيضا أنه اعتبارا من يوم الاثنين 3 أكتوبر تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ذلك بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا. أيضا تتوقع الهيئة أن يشهد الجمعة طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشرقية ومعتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ذلك هيكون مع وجود نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، وبالتأكيد يعني نشاط الرياح بيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وهيكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالنسبة لحالة الطقس السبت أول أيام الدراسة، أول أيام الدراسة هيكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار على السواحل الشرقية ومعتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهتصل درجة الحرارة السبت على محافظة القاهرة هتكون 38 درجة العظمى، أما محافظات السواحل الشمالية هتكون 35 درجة. وأيضا خليني أقول لحضراتكم درجة الحرارة المتوقعة على محافظات جنوب الصعيد هتصل ل 44 درجة، هذه هي العظمى. هذا وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي السيارات من ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة، القاهرة العظمى 36 درجة، أما الصغرى 25، الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 24، مرسى مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 23، سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وأخيرا أسوان العظمى 42 درجة، أما الصغرى 26 درجة. إلى هنا تنتهي متابعتنا اليومية مع حضرتكم لحدث الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. لمزيد من التغطيات تابعونا على شاشة التلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم وإلى اللقاء.